الموازنة أقرت قبل وقت قصير. اليوم يلا نشرت بالجريدة الرسمية اليوم، أو اليوم صادق عليه رئيس الجمهورية بعد ما نشرت بالجريدة الرسمية. بعد النشر بالجريدة الرسمية تعرض على مجالس المحافظات لإعداد الخطة. بعد ما يعد الخطة عملين مغلوبين سنة بشكل عام، مو بس أنتوا، في كل المحافظات، لأن بنص السنة يلا تنقر الموازنة، يلا تنشر، يلا تصل لجهات الإقرار، وهم أكو إقرار آخر بتوزيع حسب التمثيل السكاني على الأقضية والإعلام ولحالة، تنتهي السنة وتبدأ السنة الوراء. فعمليا الآن يلا وصلت، يعني طلعت من رئاسة الجمهورية، فننتظرها بين ما تصل حتى تتوزع. ما راح تخلص كل شغلات الناس، بس المفروض خواتكم وأخوانكم كل من بيته، اللي بابو غرايب يحير بابو غرايب، اللي بالرضوانية يحير بالرضوانية، اللي شمال بغداد يحير شمال بغداد، جنوب بغداد والمناطق الأخرى تبعنا. شنو أولويتهم؟ مدرسة، خليكم ضاف المدرسة أو الطريق وموضوع الكهرباء، أنا راح أتواصل مع المعنيين.